انا عبد الله منتصر نزل الشارع وسأل السؤال ده لعدد من المواطنين، لو كنت وزير تحب كنت تكون وزير ايه؟ قبل ما اشوف التقرير ده هسألك، تفتكري اغلب الاراء جت ايه؟ أغلب الآراء تبقى وزير إيه؟ تربية وتعليم. نشوف. قربتي بس في حاجات صحة. تانية. صحة. قربتي بس في هما حاجات تانية. دي الاتنين دول وزارتين دول أقرب للشعب أكتر، فهتلاقي ممكن بيقولوا كده. قربتي بس في آراء تانية، والحقيقة الآراء التانية دي مهمة جدا لأنها بتتعلق بمشكلة عامة يعاني منها المصريون. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا عبد الله منتصر اللي سأل الناس سؤال بسيط جدا، لو كنت وزير كنت تحب تكون وزير إيه؟ لو جينا لك النهارده وقلنا لك انت بقيت وزير، تختار وزاره ايه؟ طبعا ده مسؤوليه كبيره. لو اختاروك تبقى وزير تختار وزاره ايه؟ انا وزاره الداخليه. مبروك يا حاج، بقيت وزير. ايه هي الوزاره اللي انت عاوزها؟ وزير يا بيه، ينفع وزير ايه؟ انت اختار وزاره. اختار وزير الداخليه طبعا، عايز يبقى في امن، عايز يبقى في امان. لو قالوا لك مبروك بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ التربيه والتعليم. لو اختاروك تبقى وزير تختار وزاره ايه؟ وزاره السعاده. زي الامارات. زي الامارات. طب اشمعنى وزاره السعاده؟ عشان احنا في شعب تعيس هنا. لو قالوا لك مبروك بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ وزاره الداخليه. لو قالوا لك انت بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ تبقى انت وزيرها. اختار شيء وزاره في مصر. لا انا اختار وزير الماليه، وزاره الناشئين عشان تحوش الناشئين برضو من البلد. سيك شمسك ليه؟ يعني اقول لك مبروك انت بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ تبقى انت وزير. انا اشتغل وزير النقل العام. لو اختاروك تبقى وزير تختار وزاره ايه؟ شباب الرياضه. اشمعنى؟ اهو احب الرياضه. لو اقول لك سيبك من الكاوتش وامسك وزاره تبقى انت وزير، تختار وزاره ايه؟ لا ما اختارش وزير طبعا، اختار وزير الاغراق. الصحه. الصحه. ليه الصحه؟ عشان انا دكتوره. لو قالوا لك انت بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ انا زباله. يعني هتستحدث وزاره جديده اسمها وزاره الزباله؟ اه. نفسك تبقى وزير وزاره ايه؟ وزاره التموين يا اخي. اشمعنى؟ عشان نعمل حاجه لله. ثقافه. اشمعنى؟ عشان في نقص كبير قوي في الثقافه هنا. انت بقيت وزير تختار وزاره ايه؟ السياحه التربيه والتعليم. ليه التربيه والتعليم؟ عشان نربي النشء من اوله. البيئه. اشمعنى البيئه؟ اول واحد اختار وزاره البيئه. انا اختار وزاره البيئه. هتعمل ايه لو بقيت وزير البيئه؟ ايه اعمل بيها ايه؟ مش عارف اقول لك اعمل ايه، هعمل كتير. طبعا كل مواطن على قدر ثقافته وعلى قدر مستواه التعليمي، فلما نلاقي المواطن الجميل البسيط يقول لك نفسي ابقى وزير الزباله، يعني هو قصده وزير للنظافه، وهو ما فيش حاجه تعمل اسمها وزير نظافه، هو في وزير بيئه وفي وزير تنميه محليه اللي بيبقى تحته المحليات اللي بتشتغل في النظافه، بس كل واحد على قدر طبعا ثقافته وعلى قدر معلوماته. شفتي بقى الاراء؟ شفتي اللي قال لك انا نفسي ابقى وزير ثقافه علشان احنا ما عندناش ثقافه؟ لا هي بنت بتقول ما فيش. ما فيش ثقافه نشأ. وشفتي اللي قال نفسي اكون وزير تربيه وتعليم؟ عشان النشأ من اوله. اربي النشأ من اوله. انا الكلمه دي عجبتني. هي فعلا من اول، لازم تيجي من الاول خالص.